بدنا نحكي بدنا نقول بدنا نخاطب كل العقول في كل شارع وبكل بيت في قصة شي مو معقول هي صاحبنا أبو عبدو هي جارو أبو حدو بدن يحكونا شو عندن كل يوم عندن قصة وقول هي صاحبنا أبو عبدو هي جارو أبو حدو بدن يحكونا شو عندن كل يوم عندن قصة وقول قصة صغيرة وفيها عبرة فيها فرحة وفيها عبرة يا ربي تنصر هالثورة وخلصنا من هالمجنون قصة صغيرة وفيها عبرة فيها فرحة وفيها عبرة يا ربي تنصر هالثورة وخلصنا من هالمجنون بالهاد وينو لك وينو لك راح العرس وراحيك عروس وينو هذا بعبدو وينو أول بالك أبو النيس كل شي بيسبق أنا كان فكري إنه فكري راح وبحد راح ولي ما ضر حد يفكك بين إيديه تعال شوف تعال أبو النيس تعال وهي مشان زاد شي وهي مشان عروس كل شي بيسبق شبه فيها عبرة يا ربي تنصر هالثورة وخلصنا من هالمجنون قصة صغيرة وفيها عبرة فيها فرحة وفيها عبرة يا ربي تنصر هالثورة وخلصنا من هالمجنون ايه من هون من هون يلا من هون اكيد ارتجاج بالدماغ مبينه متاكد نادوا للدكتور فؤاد نادوا للدكتور فؤاد بسرعه يلا هذا واحد ضربه لا ابو عبده ها لك عرفته 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 شو كان اسمه شو كان اسمه ابو عبده اخي ابو عبده ايوه ابو عبده ابو عبده مزبوط صحيح بتعرفه يعني انت بتعرفه لك كيف ما بعرفه هذا زبون اصلا دايم عنا شو عم تحكي شو زبون ايه ايه زبون زبون ودايم كمان على التمام التمام اخي ليش نحن مو بالمشفى ولا انا مخربط لك مالك مخربط شو رايك بشيء ابري لا تصدق انك بالمشفى شو لك انا زبون ما زبون اي والله شرشتني اخ لك ليش انت هيك مخك سميك لك وما عم تفهم علي كنيت بدك شيء ابري كنيت اخ اي ايه هذا ما بيفهم ما بيفهم قد ما فهمته ما بيفهم راسه يابس عادي يا اخي عادي هات صاحبك كل مدي ومدي بيجي لعنا يا مفتوح راسه إيه. يا مكسور ايده يا ما رايح له كم سن يا مورم يعني هيك شيء ايوه إيه هلا فهمت عليه إيه كان ابقى مو زبون زبون إيه كنا سكننا المشفى ولا هيك زباين لك ايه يا سيد زبون اخ لك شو زبون ما زبون شو زبون ما زبون كمان انتو إيه لكن شو لك انا صرت من اهل البيت يعني هون حاسس حالي ببيتي وعايز لك بسرعة بسرعة نادر الدكتور فؤاد الرجل عم يفوت عقله مبينة اخي مبينة ارتجاج بدماغ ما بدي دكتور الشغلة مبينة لك يا بحدو يا بحدو الزلمة ما صاروا طالع من مستشفى شي على حد علمي عم يتذكر شي بينسى شي هيك عبقوله ها والله ما لي علاقة لك انت شو بدك لك انا هذا الشي اللي مشجعني شلون يعني فهمني اها اسمع يا ابن الحلال هات لأشوف هاد يا حبيبي لو انه ضل متذكرني مني ايه مستحيل يديني ولا قريش ايوه اما بما انه عم يفقد ذاكرته فبجوز يديني $500 فهمت علي لك هذا اذا بتطلب منه بيقطع ايده بشهد عليها لك ما بتعرفه يعني بدك مين علمك عليه لك يا بحدو لك انت روح معي وترك الباقي علي لك راح اعطيه درايس ما ينسى بحياته $500 بدك تاخذ بس يا اب حده بجوز هلا لك بس بس قوم بسرعه قبل ما حدا يسوقنا لعنده ليه؟ لانه كل الناس دريت انه اخذ $1000 لحتى يرضى يسقط حقه عن ميسو وانا سمعت هيك شيء بس لا تكون اشاعه والزلمه ما اخذ شيء ها بتصير لانه والله لك انا اللي كنت معه وقت قبضهم كلهم دولارات اكيد كلهم دولارات ما قلت انت $1000 معقول كله يعني ريالات شو اشو اشو هاي نكته يعني ليش ما حلوه لا بدها سكر كتير لك يلا قبل ما ترجع للذاكرة لك قوم خلصنا بسرعة بزيع شوي دقيقة انه هاي نكتة تبعت السكر نكتة؟ ايه ليش ما عجبتك؟ لا بس من شان عارف انها نكتة يعني وهاي عرفت سيد راسي شرف خلينا نروح لعنده قبل ما حدا يروح ياخد المصاري مننا امشي شرف النكتة قال ايش هالزلمي هاد؟ لك شوف شو هاد لك فاتح محل حدادة هذا قبل ما يصير يضيع كان ما يعرف ياخذ قياس فشلون هلا لك الله يجيره من شي قتله جديده هلا ابو عبده لك حاكم ما ضل فيه شي صاغ تعال مشو
شو جايبهم هدول هلا لعندي؟ ابو عبدو حبيبي يا رفيق يا ابو عبدو. ابو عبدو اهلين اهلين. هلا والله. شوف لاقيكم هون خير ان شاء الله. لا يا ابو عبدو جايين نشق عليك، درينا انك طلعت بخير وسلامه. اي والله. وين المشقه؟ شايف مو جايبين شيء بايديكم؟ قلت لي صارين سامع مشقه التفاح والبرتقال والموز والكيوي. فهمت 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 تكرم. امسك ابو السود بتروح بتجيب كل اللي حكى لك عليهم عمك ابو عبدو. عمي؟ إيه لعيونك انت ابو عبدو تكرم. لك انت ليش نازل معذب حالك؟ لك يا ابو عبدو ليش معذب حالك؟ لك انت بس دق لي بس قل لي شو بدك. لك شوف شلون اخوك ابو عبدو. مو مش قلي حاج تحكي، بس كنت نازل جيب سطل لبن يعني مو محرزه. وين السطل ابو حدو؟ ها؟ سطل اللبن قصدي وينه؟ اخي انا ما بدي اطلق، ما بدي، بعرفك تعبان انك يعني هيك، بس كنت بدي اطلب منك يعني تدينني شيء $500 يعني. ايه مو تكرم عينك، انت صاحبي ويا ما قضينا سوا ازمات وغياغب سجون وياما كتير شغلات. سمعت لك ابو السود، سمعت بدانك كيف بكون الصاحب. تعلم تعلم. تعلمنا اخي، بس مشان اضمن حقي اخي لازم نكتب عقد. بتعرف انت يعني انا مصاريي مالي ملاقيهم بالشارع، تعبت وشقيت وياما تحملت قتل وضرب على هالراس، فبدنا نكتب عقد. الله يرضى عليك. والله بنعرف يا اخي يا ابو عبدو انك عم تاكل قتل كتير لتلمون. ايه يعني بالدم لحتى يلتموا معك؟ مزبوط، وصرت زبون دائم بالمشفى. لك وبجوز يعملوا لك فرع خاص، وكمان بجوز تربح جائزة أكتر زائر. بس كم زيارة لعندهم بتخطم المصلحة كلياتها وبتفتح مشفى على حسابك. ولك يا سيدي صار بيعرف بالطب ايه أكتر من الحدادة، ايه قد ما أكل قتلات وقد ما فات على هالمشافي. ايه انت روح جيب الأغراض اللي قلت لك عليهم أبو حدو، وكتر لي الموزات وجيب لي معك حدا تاني مشان يشهد على العقد. ها يلا ابو السود. ماشي ماشي، دقيقتين بتكون امور جاهزه، بس دلائقكم هون عند المحل. ها خلاص روح انت، روح وشرف انت تجيب السطل ابو حدو، قصدي سطل اللبن. لك يلا شرف شبك واقف. لك ابو حدو، مو انت اللي هربت وقت ميسو بلش ضرب فيني وفجاه ما عدت لقيتك قدامي؟ انت ولا مو انت؟ لاني صاير عم بنسى. لك شو احكي انت ولا مو انت؟ لا شو انا معقول اتركك؟ لك انا اعز صاحب عندك. لك تذكر، لك شو بك تذكر. لك شوف 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 لي على هالجبنات، بشهو ولا ما بشهو؟ ايه فعلا بشهو. معلم حط لنا كيلو جبنه. ايه تذكرت مالي حامل مصاري. انت معك مصاري ابو حدو؟ هلا برجع لك ياهن اول ما نوصل على البيت. تكرم عيونك، بس صدقني هدول بدي انزل اتسوق فيهم للمحل شويه بضاعه. هلا بدك تحكي لي قصه حياتك انت؟ حاسبه للزلمه حاسبه. تكرم قلت لي مو انت اللي تركتني لكن وقت اكلت قتله من ميسو مو؟ لك مشيها ابو عبدو مشيها. لك معقول معقول تفكر اني انا مو شايف؟ لك ابو جدو شوف لي حدو ابو حدو. ايه صاير عم بنسى. شايف لي على هاللحمه بتشهي ما شاء الله. ايه ما شاء الله الله يبارك له. لك شو وين رايح؟ لك تعال تعال شبك. معلم حط لنا كيلو هبره. ما بدي فيا بنوب ولا لي. ها ليش؟ لانه اللي ما بتناسبني. بتعرف انت ابو حدو انا اللي بعرفه انك ما بتشكي من شيء برغم كل الاكلات اللي اكلتها، بس ما شاء الله مثل الحصان. ايه والله مزبوط، اصبح عم بنسى انا. معلم وحط لي فوقهم كمان كيلو ليه. منيح ذكرتني والله. حاسبه ابو حدو حاسبه. وهي حاسبنا شري. لك يعني مو انت اللي هربت وقت ضربني ميسو؟ لك مشيها ابو عبدو شبك مشيها. ليك ليك شوف لي هدول ابو جدو. لك ابو حدو لك شو عم يصير معك ابو حدو؟ يعني فرحان كتير بحدو انت؟ لك شوف لي على هالسمكات هدول. لك ابو جدو لك بشهو الواحد يا زلمه. لا تقول لي بشهو ابو حدو بشهو. مالي شايف مالي شايف شيء. لك شبك انت شبك. لك هدول هدول طص قدامك باين من شكلهم سمكات زراف. لا باين انهم زراف ولا شيء، قصدي مالي شايف شيء يا ابو عبدو. ماني شايف ما عم بقدر شوف. لك تعال 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 شو بفهمك انت؟ معلم حط لنا 3 كيلو. لك هدول يا ابو جدو لا حسك ولا شيء، هو مشط واحد بتسحبه هيك وفوت فوتك. حاسبه ابو حدو حاسبه. شرف لك اشبك اشبك هلا بيجوا. بس والله مزبوط لك طولوا كتير هدول على اساس سطل لبن وجايين. اي والله تاخروا عجب. وين راحوا هدول؟
اخي لا تقول لي ما في اطيب من الحلو بالسمن العربي، لك من ريحته ببين معك. ولا شو رايك انت ابو جده؟ شو رايك؟ لك ولي لك ولي راحت عليك يا ابو حده، لك صرت جايب 100 غرض، لك كيف بدنا نحملهم هدول؟ لك تعال انت تعال، شو بدك بهالشغله؟ هلا بنركب تاكسي، مو لسه معك مصاري انت ولا لا؟ إيه لسه معي. يا سلام شو هالريحه هي اخي، شكت لي من كل نوع كيلو كيلو كيلو. لا 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 تدوق له بحطه، هات ما بتنفع له هيك شغلات، بس انا بدوق. ايه لا اكيد صاير معه شيء هدول. ها وصلوا. ايه تاخرتوا وين كل الله؟ ايه تعال تعال احمل تعال احمل معنا وبلا كتر حكي. ما شاء الله ما شاء الله، ايش الخيرات هي؟ ليش كل هدول؟ الظاهر عندك وليمه يا ابو عبد اليوم. يلا اخي رح اطلع اجيب لك ال500 واحسب لي شو حطيت لحتى اعطيك ياهو ليره ليره. ما بدي احساب، 1500 ليره ما كان معي غيرهم جيب فيهم بضاعه للمحل. شو جبت الشهاده الثانيه ابو سود؟ جبت جبت ومجهز لك العقد كمان، بس حط الرقم والتوقيع. انا ببصم بصم وانت كمان ابو جده بدك تبصم بصم. ابحده لك شو بك شو بك عم تنسى لك كثير ابو حده. المهم وانت كمان جهز لي حالك ها، والشهود كمان، الكل بده يبصم. تعي ولد خد هالاغراض لفوق، لك تحرك بسرعه. اخي ماشي ماشي بس اطلع جيب المصاري بسرعه خلصني. ايه على هالنسوه خير. لك طلعت حامل مصاري وما بعرف قديش قلت لي بدك مني قديش. اخي بدك تديني 500. لك ايه مزبوط مزبوط، قديش دفعت لي بالسوق انت؟ 1500 ليره حق بضاعه للمحل، بس بتعرف لو انا ما كنت بدي. لك ايه خلص هات العقد لشوف انت الثاني. ها شايف الشهود باصمين لك ابو السود؟ لك كل شيء جاهز بس ناقص انت وابو حده. اخي وانا هاي بصمتي وين؟ هون هون هون. ها شري لك عملك، روحت العقد عملك. لا عمش على هالنسوة. ايش في؟ لا 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 خير لك خير. لك كيف هيك صار معنا؟ لا 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 شو صار لك فهمني. لك نسيت السطل ابو حده، نسيت سطل اللبن قصدي. ايوه على كلين هات هالعفت لحطه بجيبتي، هات لشوف. لا تخاف اخي لا تخاف ابو حده، خد ابو سود وهي 500 زكاتك ناوله اياها، وبس اطلع هلا بعطيك مصرياتك اللي حطيت لي اياهم بالسوق. تمام هيك؟ تمام تمام. تاكسي انا بعد اذنكم بس رايح اجيب سطل اللبن واجي. هات ابو السود هات. لك شو بك صافين؟ هات اعطيني. لك شو اول مره بتكمش 500 دولار؟ لك هات لاشوف اعطيني دولار. قلت لي ما خد شرف شوف. لك شو هات؟ لك 500 ليره. ايه 500 ليره سوري، يا ريت تركي كان اهون، نص مصيبه. لك الله لا يوفقك يا ابو حسبي الله ونعم الوكيل. لك سوري لك ولي الله لا يوفقك يا ابو حسبي. وصمت انت على عقد 500 دولار يا حباب نسيان قلبي. لك طول بالك لك طول بالك بحده. نعم مات. رح نكشف كل الأسرار ونبين كل شي في عنده، ونكفي سوى المشوار بقصص أبو عبدو. عم نسمع عنه أخبار إنه مغير مصلحته، مفكر حاله معلم صار حداد وما حد قده. ما بيعرف يدق المسمار وعخصره شاكل مطرقته، مفكر حاله شيخ الكرب تشوفه واسق من نفسه. ما بيسلم منه ولا جربي ضل مشغل ملحمته، عامل لي فيها مختار أبو عبدو مجنن أبو حدو.